الله يستر الله يستر يا رب. الله يخليك جاب السلام. يا جماعة المصابة محتاجة عملية مستعجلة عشان نخرج الرصاصة من رجلها، ولا بيحصل فيها غرغرينة وحنضطر نقطع رجلها. يا الله لا هذا الحد. ها قصدك ان المسألة بسيطة؟ طيب توكلوا على الله وفعلتوا العملية، وايش المطلوب مننا؟ شوفوا المصابة نزفت دم كثير، وقبل ما ندخلها غرفة العمليات محتاج لها دم. طيب ودحنا ثلاثة شلوا لكم الدم، كم ما تشتروا مننا؟ ما يتبرع بالدم الا بهم. احنا حرام بلدي وطلع. الله الله تركت الكره الارضيه وجيت لعندي، ليش لا محيوب؟ لانك اساس المشكله، انت سبب البلوى كلها. انت في صيحه بالكلب المسعود والكلب المسعود، اقتلوا الكلب المسعود، لاحقوا الكلب المسعود، لا ما تشتش ولدي، شل الالي ورمى البرع. لو كان هذا كله ما مش ما حصل اللي حصل، يعني انت قرن الدبور. شوفوا شوفوا انا هادئ ويشتي ينرفزني، يعني رجعتني انا الغريب. وانت وابنك بريئين، صدق القائل حينما قال الدنيا معكوسة اغرس بطاط تطلع كوسة، هيا حرام حرام ما تشموا واطلع. فالحين قبل ما ترتفسوا وتجننوا قولوا لي ما هي فصيلة الدم حقكم؟ انا اموجب. وانا امابش. وانا اموجب. كله ما ينفعش. كم ما ينفعش؟ المصابة فصيلة دمها او سالب. ايش يعني او سالب؟ يعني من الفصائل النادرة جدا جدا جدا. يا لطيف، وهذا من عند الديان. والله ما اقول لكم الا خير، دوروا. كيف ندبر انفسنا؟ يا اخي دوروا من السوق. انه ما هيش خضره حنشوفها من السوق، هذا دم دم. وبعدين المفروض انتم مستشفى المفروض توفروا كل فصائل الدم. شوفوا انا اقدر انفعكم واساعدكم بوجه الله. ايوه ايوه، الله يفتح عليك ويصلح اولادك. انا اعرف شخص معه نفس الفصيله. بس الموضوع يبقى سر بيننا، ولا شتي مخلوق يدري. ايوه ايوه صح، انا عارف حق هالحركات هذول والمزيكا مثل اللقاح. معدو ولا يوجد، ما به الا واحد في الجمهوريه اليمنيه. هذا اعظم بكثير، عاد اللقاح تلقى في الصيدليه هذه، في المستشفى هذه، اما فصيله الدم هذه شبه معدومه. طيب هاته وبعدها صار يكون خير. من عيني هذه قبل هذه، بس بيني اقول لكم من ذا الحين هو في اي بي. يعني يعني ايش في اي بي؟ في اي بي يعني ذي الامبورتانت بيبل، يعني شخص مهم ما يجي الا وفق طلبه وشروط، وفوق هذا اذن تؤدوا له عددي. او ماي جاد، يعني اباه قال بي يعني هروها فلوس، وليش هذا كله؟ كله بطل الجواد حقه قال وليش هذا كله؟ هذا الشخص معه ذهب يجري داخله، مش اي دم، هذا فصيله دمه او سالب. يعني لو تلف الكره الارضيه من الشمال للجنوب للشرق للغرب ما عاد تلقى الا 100 ولا 200 شخص، وعاد نصهم عليهم حراسه مشدده. الله 200 نفر؟ 220 يا اخي اديه وخارجنا. حاضر انا شدي وانتم سدوا معي تقللوا الابكار. تمام تمام.